هناك قاعدة إسرائيلية أكبر مركز تنصت وتجسس إسرائيلي. منذ بناء إسرائيل لهذا الحاجز ما بينها وبين الحدود اللبنانية جنوباً، نحن أول قناة إعلامية يحق لها الوصول إلى هذه النقطة، ووصلنا بمرافقة الجيش اللبناني. خلفي هي نقطة مراقبة إسرائيلية، نقطة مراقبة جوية وبحرية. هذا هنا حقل الغام، وهذه نقطة للجيش اللبناني. نحن هنا في جنوب لبنان بمرافقة الجيش اللبناني لمعرفة كيف يقوم هذا الجيش بتطبيق القرار 1701 وحماية حدود لبنان الجنوبية. القرار 1701 نص على وقف كافة الأعمال العدائية، وقف تام للأعمال العدائية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، لكن العدو الإسرائيلي هو دأب مثل عيدته على خرق كل القرارات الدولية. بلغ مجموع خروقاته البرية والبحرية والجوية من بداية سنة 2021 لغاية بداية شهر آب حوالي 1200 خرق. كمان ما لازم ننسى أبداً الغارات الجوية الإسرائيلية اللي بيستهدف فيها الأراضي السورية من فوق لبنان. نحن موجودين براس النقورة، الطريق اللي شايفين عنا هون بتاخدنا على المعبر الوحيد اللي موجود بيننا وبين الأراضي المحتلة، اللي إجمالاً يستعمل فقط مشان عبور عناصر اليونيفيل أثناء تنفيذ المهمات تبعهم. وبالأفق مقابلنا هونيك مثل ما نكون شايفين هونيك ببين شوي مرفق حيفا، خاصة وقت بيكون الطقس منيح. ومثل ما شايفين هون خط الطفافات، 10 طفافات، هودي العدو الإسرائيلي حطهم بشكل إفرادي، ما حدا معترف فيهم. حد العقيد، ولكن هناك في تحدي كمان آخر، هو تحدي الصواريخ المتفلتة يلي تنطلق من لبنان. أنا بدي أعرف من حضرتك أنتوا كيف عم تواجهوا هذا الأمر، وكيف رح تواجهوه مستقبلاً، يعني هذا بالنتيجة أمر بضرنا. هلأ نحن عنا هوني لما بيحصل حادث من هالنوع، الجيش دغري بينفذ تدابير أمنية مشددة لتحديد بقعة إطلاق الصواريخ اللي انطلقت منها الصواريخ، وبيتم عزلة تمهيداً البدء بالتحقيقات اللازمة بالحادثة. إضافة لهالموضوع نحن شهريا بننفذ دوريات مشتركة، عددها كتير كبير بيننا وبين اليونيفيل مشتركة، نحن وياهم بننفذها سوا بإقطاع المسؤولية، تهدف لتطبيق القرار 1701 وبالتالي منع إطلاق الصواريخ أكثر.